أعزائي الجميلين والجميلات، أوكي لا صباح الخير لا حتى حاجة. يومين باش شفت الفيديو، اليوم تسكتوا غدا تسكتوا بعد غدا تسكتوا، ما بغيتوش تسكتوا، الموضوع كبر عند حدو. إذا أنا بعد شوية غادي نطلع نعطيكم التعليل. أو غوفوار. بزاف منكم شاف واحد سكرين كي دورها 3 أيام، رجاء بالمير خرج ليها فيديو إباحي. موضوع غير قابل للتبرير، ولكن طالعه كنبرر لعائلتي وكنبرر للناس اللي كيبغوني، وباش ما يخيبش ظنهم فيا، حيت كاين الناس اللي مشاو مع الموجه وقالوا وي بصح ومن حقهم، حيت البنت كتشبه ليا بزاف. انا عندي الفيديو ولكن ما نقدرش نحطه حيت ما فيه ما يتشاف، ولكن غنحط واحد سكرين شوفوه ونكملوا الهضره. هذه هي الصورة من زاوية أخرى، خداو الزاوية اللي بغاو، الصورة اللي بغاو، حيت ما عرفتش هذا ولا هذه هوايتها أنهم يشوهوا الناس، ولكن كثرت الذنوب اللي هزيتي في هاد 3 أيام، ولا اللي هزيتي أنت أخويا في هاد 3 أيام، حيتيهم عليا، حيت بزاف الناس طعنوا في الشرف وداروا بزاف الحوايج، ولكن ما غرف على دعوة على لي باج، ما نبدا نصدع راسي في داك الشيء، ولكن الملف ديالكم غنعطيه للمحكمة العليا، هي اللي غتكلف بكم. حتى ما عندكم شمواتكم وخواتاتكم غيجيب لكم الله بناتكم ودور عليها السنين. الشهادة اللي كيطعن في شرف اي بنت ولا شرف ولد ولا في اي واحد، غادي تدور عليه الدورة وغادي يلقى فعلو. سو هذا كان تبرير مني الناس اللي كيبغوني، كاين بزاف اللي ما تيقوش حيت عارفيني كيفاش دايره. شكرا لكم بزاف، كنبغيكم ونرجعوا للحياة.